بدي بدناش نتاثر على على الفريق المقابل. كيفاش يكون دوري؟ كنت في تاثير زملاء في بالنسبه للمدير الفني وليزاتريبيسيون تاعو المدير الفني ما عندهم حتى علاقه بالفريق الاول صح، وكذلك الفريق الثاني اللي هو نقولوا فريق الامال، خاطر ديريكتور تكنيك يخدم مع الفئات السنيه الاخرى، دونك الترافاي لا فورماسيون لا بري فورماسيون لي في لينيسياسيون معناها من 9 سنين و 8 سنين وانت ماشي، خاطر في الشي لي سينيور لي اسبوار اون بارل دونترينمون ماش اون بارل دو فورماسيون، ولا يمكن ربما اون بارل دو بوست فورماسيون، خاطر ساعات طلعوا من لاعبيه 17 و 16 سنه يطلعوا للسينيور فما مرحله يمكن يحرقوها دونك ما يلزموش يتجاوزوها. دونك تقول لي ستيل دو جو، دونك نقول لك انا بروجي دو جو مشروع نتاع لاعب، مشروع لاعب عمره ما يتكون في اشهر او في عام وزوز، يتكون مع اجيال راهو مشروع لاعب. احنا ديما نقارنوا قلت كل شيء نسبي وريلاتيف اللي وصلته برشلونه اليوم، دونك اللي في الواقعيه مع الجماليه في اللعب اللي عملته مع فانغال اللي عملته مع فرانك ريكار اللي عملته مع حتى واحد، شفنا شويه في لير كرويف وبعد علاش؟ خاطر جات جينيراسيون طلعت نتاع سته وسبعه من اللاعبيه اللي هما ترباو في المدرسه نتاع التكوين نتاع برشلونه اللي فيها فلسفه، دونك كونت اون بار دو ستيل دو جو ولا ان بروجي دو جو راهو يتعمل على سنين ما يتعملش راهو في عام وفي عامين. وسام وسام نجاوب وسام كمل وسام. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في الفار. سؤال وجيه ولا يسترسلوني خاطر الورق الصفر والورق الاحمر هي اللي تعبتنا العوام الاخرى في الشامبيونز ليغ خاصه في طرح شبيب الطرفين لهنا نتصوروا كل عام وعام لازمنا نتعلموا من الاخطاء الماضي. السنه هكا راهو خصائص كبيره الصفر معناها في مقابل تيم معناها كيما نقولوا ساهلين نوعا ما، ان شاء الله بالخبره نتاع الجوالات نتصور نكتسب الخبره السنين خاصة مع لدينا خبرة كبيرة أغلبية المجهود اللي نتاعي، كيما نقولوا دخلنا توا في الصحيح إن شاء الله مع جمهور نادي الوادي أقل أخطاء خاصة من ناحية الكرتونات ونعدهم نركزوا أكثر على النطاق الفني والتكتيكي. على الليكيب ضغط ما فماش، على الملاعبيه فماش ضغط، علي انا ربما فما ضغط، مش ما نقولش فما ضغط على مش ريال المقابله نفسه، لانه يعني نعرف اللي شنو هي التبعات اللي وراء المقابله ذي شي نجم. علاش قلت انا ما في الاول قلت مباراه مفتاح نجم تنجح لك بقيه سيزون، نجم كيفاش بيقول مش معناها طيح لك كل شيء في الماء، لكن ما تخليكش خاطر شوف جاي انا وبعده شهر ونص ولا شهرين اداره جديده، وفما في النادي الافريقي اليوم احلام جدد، وفما في النادي الافريقي يكون رؤيه بعيده اكثر ويكون سياسه اخرى جديده، مانيش انا مخول باش نحكي فيها، رئيس النادي هو اللي نجم يحكي فيها. نتصور احسن كادو يكون عندنا انه نعديو الزمالك باش نجموا البرنامج اللي جابه رئيس النادي وربما بعض الافكار اللي عندي انا باش نجموا نحطوها في ارض الواقع، دونك لا بريسيون موجوده علي انا. الملاعبين ما عندهم حتى بريسيون، مانيش نبيع في الكلام بالحق ما عندهم حتى ربع بريسيون، قبل كل ماتش يقول لهم لاشي فو شيخوا تفردوا خليوا الباقي تو نفهموا فيك يزفر الاربيت. تفضلوا ما نتكلمش مسج سي خليفه ما نتكلمش هذا مسج. مي تاريخيا معناها حتى زمالك اوج تعديل في قبل الزمالك في المنطقه نجم عادي ما تراش انت 90 دقيقه في تونس فما الحق
شو ما يكونوش يعني يحكموا على مباراة الجزء الاولاني بتاع سؤالك معنى كل شيء اللي قاعد يدور بالمباراة البرة احنا هنا ديكونيكتي صدق موجودين في النزل متاعنا في التربص نعمل في التدريبات متاعنا نعمل في الاجتماعات متاعنا الفنية مع الملاعبية دونك كما قلت لك حكاية الكوميونيكاسيون قاعدين نتواصل ونحكيه باقي كل يوم البرة اللي بش يصير احتفالات واحد خلي جمهور النادي الافريقي شيخ ولا جمهور التونسي الكل اللي يعشق الكرة ومتعطش الكرة يجي يتفرج في الماتش وشيخ احنا متهمناش بش يصير ليلة الماتش وفي المدارج نهار الماتش بالنسبه للتسعين دقيقه كل مدرب كان يسال السؤال هذا يقول لك ماذا بيه نحسم الترشح من المباراه الاولانيه داكوردو يمشي واحد متهني ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله نتوفقوا باش نماركيو وما نقبلوش لكن كما قلت من الاول ان زيرو زيرو بالنسبه لي انا راه ما يقلقنيش بكل زيرو زيرو بالنسبه لي انا اهم شيء اني ما نقبلش خاطر عندنا ما بين 5 و 6 ملاعبين في وسط الميدان وفي الهجوم ينجموا يعملوا فارق في كل وقت وعنا ثقة فيهم. كنا في حكيم وأخوش حاضرين مباراة من هذا النوع هذا ضرب جاد. صحيح من ناحية نفسانية ديما لاعب تونسي يحب يحتك معناها التغطية كما قرار شمال فريق أو المسايق من ناحية نفسانية ديما حاضرين تبدأ متفيد في بلادك وصنطرية تبدأ جمعة كاملة وذلك سواء جميل لاعب تونسي أنه يحب المشروع الشوك هذية سواء لدي ولا الرتور نتصور المفتاح الترشح نتصور باش يطلع في القاعه مش في تونس المهم ما نحطوش هنا فما عباد ما نحبش طعم فينا برشا خاصه نقول الترشح يطلع في مصر صحيح في تونس لقاء مهم برشا فما زاد ما نعرفوش برشا كان ربحنا ولا حتى كان قدر الله معناها نتيجه سلبيه ما مات حتى شيء مازالت مطالبين على 180 دقيقة نتصور اللي تكون حاضرين نفسانيين بطبيعتهم نتصور موتيفاسيون موجودة جمهور باش يكون حاضر عندنا نمد عليهم الماتشات هذوما إن شاء الله نفرحوا الجمهور اللي يستنى فينا وكما قلت معناها الموسيقى هذه قاعدتنا الوحيدة إن شاء الله نكون جاهزين جميعا. بلال شي سالوك بلال تفضل سي بلال يدير رينيك في ضد جيش روان قبل كان في قدر سجل هدف تقريبا حصل الملاحظين هذه هو مطار جديد كنت يقول تقدم وتشارك في اسبوت وفي كوره وتنظر هذا مع كونسيل مع نسي قايس ولا وخلال معناها بعد من الويك اخر ماتش لنادي بنزرتي لعبتوا سبع مباريات وديه لعبتوا ثلاث مباريات رسميه ضد جيش روان ربحتوا ست مقابلات عادلتوا ثلاثه بدون هزيمه سجلتوا 27 وخرجتوا ست اهداف تقريبا فما تخمه تاع مقابلات فما زاد حاجه ايجابيه ترى تضرب هذا سي قيس يعني خلق روح جديده كيفاش معناها بالمقارنه مع الفتره اللي فاتت اي بس انا يمكن بيان سور انا سي قيس كان ماتش تسجيل معناها وكما قلت ماتش ماهوش ساهل بفضل ربي ان شاء الله ربي معنا وكما قالوا الولاد الكل معناها ما نقدروش وعنا دي صدقون رابيد وكل شيء ان شاء الله يمركيو ان شاء الله ربي معنا يعني خليتوا كيفاش بتاعكم في الفقره هذه في المقابلات الوديه ما نعرفوش عبيدوا فراغ نتاع المقابلات الرسميه نعرفوا زوج مقابلات برك رسميه من نهار 8 جانفي الى حد الان هي مش كيما الماتش الاميكال كيما ماتش اوفسيال يعني مش الامان مونتاليتي ماتش اوفسيال عنده حجم ماتش اميكال عنده حجم دي ماتش كبير نصور الوليد الكل موتيفي وان شاء الله فرصة ربي مرتاح ان شاء الله. ولكن نسبة النجاح ضعيفة جدا في المقابل
حتى تكون قليلة عدد المخالفات عند المنافس للمنافس تكون نسبة نجاح كبيرة برشا. يعني الدفاع الذي في علاش الوضعية هذه فشلين هذوما الأولاد والمثال الصارخ على الفريق كان الناجح على المنافس قبل قص اللي ما كنتش انت مدرب. هذه النقطة الثانية وهي تتعلق في السباق المصري. هل حضرت فريق من ناحية نفسانية أن لا كل مال يصير في المباراة لازم نعمل البلان في تونس باش نمشي غادي مرتاح وهكا تضيع كل شيء؟ والمثال عندنا في لندن كيفاش خاطر في سانسيرو بعد معطيات طريقة كارثية. ثلاثة هل لاعبيك حضرتهم ولا عندكش فكرة أنه نادي الفيلكي باش يكون حضور في السباقات تاع الرحلات؟ حسب متابعتي شخصيا باش نتعاود مقابلة 2008 ضد الطريق الجيس الملعب شو مملوء يعني أفار ذوادي سويسي لعيب يحيى مصور والمويدي يصيبوا في الكل مش تعودي على الأجواء منها ماتش بتاع 60,000 متابع مريح هذا الشامبيونز ليج مريح هذا الشامبيونز ليج. بالنسبة للكرات الثابتة معناها اللي خذين عليها برشا اهداف ولا الكرات الثابته اللي ما نستغلوش فيهم اللي هما اللي نحنا قاعدين نشتغلوا عليهم. واليوم هما حتى من تسميتهم تغيرت ما عادش كرات ثابته ولا اسمها كرات استراتيجيه لان تتربح بهم مباريات. فما مباريات تبداو مقفوله مسكره المباريات تجي تربح في ديبالا ريتي قاعدين نشتغلوا عليهم. لكن كما تعرف الكرة الثابتة راهو تنجم تقعد أربعة وثلاثة وخمسة شهور تخدم 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 لي كو دو بي هذوما لي بالا ريتي اوفونسيف ونهار تتسرح الامور وتولي كل مباراه تسجل. دونك قاعدين نشتغلوا عليهم وان شاء الله في اقرب الاجال نبينوا اللي احنا هجوميا باش نكونوا واقعيين مع الكرات الثابته. الاستراتيجي بتاعك واضحه تولي على اليسار يحيى على اليمين مليت في العمق منين شكون مكلفين ومكفين؟ لا مش نراوغك انا نهار لحد مش تخلف نقول لا ما نقولكش يا مش نراوغك نهار لحد ما نساش كليب باهي. هذا السؤال الاولاني. السؤال الثالث نذكره خاطر الثاني نسيته قول لي برشا ناقصين خبره. احنا عندنا لعب كاس العالم الثاني يعني جايك ساعه. السؤال الثالث عندنا لعب كاس عالم للانديه اللي هو مهدي مرياح ومليتي ونجموا نستنيروا بيهم وينجموا يعديوا لي ميساج اصحابهم قاعدين يعديوا في لي ميساج اصحابهم باش نلقاهم. لقيت اللاعبين اللي كادوا دو ليكيب يعرفوا اش معناها 40,000 ولا حتى 50,000 لعبوا يعرفوا. دونك ما عندناش مشكل من الناحيه هذه. يبقى من المشكل اسكو اون با سافولي و اون با اسيي دو فار لو بلان كيما قلت.